أنا اسمي زينة فؤاد مغربي من مركز عطش محافظة دنا قرية جزيرة الدوم. من أهم المشكلات اللي احنا بنواجهها أو محتاجين حلول ليها أو محتاجين الحكومة أو الجهات تساعدنا، مشكلة زي أول حاجة وتكلمنا على مشاكل المرأة، مشاكل المرأة دي عديدة وكثيرة. يعني أول حاجة المرأة وتمكينها داخل العمل أو داخل الحياة السياسية أو الحياة السياسية والثقافية. بالنسبة كمان قضية الأمية، هي الست طبعا خدت منصها او حظها في التعليم حتى قدر بسيط، طبعا هتعرف ازاي هتشارك، ازاي هتطور في المجتمع بتاعي، ازاي هتشارك في الحياه السياسيه او الثقافيه او الاجتماعيه، تعرف ايه اللي ليها واللي عليها. او بالنسبه للشاب او الشاب داخل القرى، طبعا الشاب داخل القرى بيواجه مشاكل مشاكل كبيره زي البطاله، زي طبعا ما فيش مهتم بالاهتمام باكثر المزارعين، زي مثلا المشروعات الصغيره عايزين تطور، عايزين تدريبات، عايزين وضع خطط او تدريبات ازاي يوضع خطه او ازاي يطور ازاي يبقى فيه تطوير. احنا كمؤسسات اهليه وكجمعيات اهليه اول حاجه لاحظنا طبعا ارض موجوده، ليه ما يبقاش عليها طبعا مشاريع للشباب زي المصانع؟ يعني وبصيت اهل القرى دايما بيقولوا في كثافه في كثافه في القاهره، من ايه الكثافه في القاهره؟ من اهل الصعيد، ما الصعيد مش بيلاقي فرصه عمل، اطلع على القاهره، اطلع على الاسكندريه، اطلع على المكان اللي انت موجود فيه، طب ما انت اجد لي فرصه عمل في بلدك. وتعالى بص، لو لقيتني في الزراعه هتلقاني ناتج وهطور وهغير، لو لقيتني في الصناعه هتلقاني انا فعلا هطور وهغير، لو لقيتني في مجال التعليم برضه هغير. ابدا يعني ابدا من القرى، وما تبداش زي ما بيقولوا احنا دايما مهتمين بالقاهره ومهتمين وبالاكثر بالمحافظه، يعني دايما لما نهتم مثلا انا عندي في جني دايما اهتم بين بهتم بالمحافظه، طب ما المحافظه طب ما نهتم بالابناء. امال الابناء فين؟ لما انت خد المستقبل، خد الشباب، خدوا ضربه، خدوا طوره، خد غير منه هتلقاه. يعني املنا في الحكومه اللي دايه او الجديده او الحركه الانتقاليه، يعني تبص رؤيه للصعيد او للمستقبل. الخطط اللي بتتحط، معلش مع احترامي، الخطه بتتحط هم بينفذوها تنفيذ، احنا جايبين لكم كذا 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 وخلاص. طب ما تبص انت البلد محتاجه ايه؟ انا مش محتاجه كوبري في البلد النهارده، محتاجه مدرسه، فهي لما تحط لي مدرسه، لا مش محتاجه اضاءه، محتاجه تغيير طرق، حط لي محتاجه مصنع، محتاجه مشغل للفتيات، محتاجه يعني بصوا للجانب الموجود من ناحيه المجتمع، مش انت جايب لي خطه ونفذ. ممكن عندنا شباب مبتكره يعني بس ما حدش بيساعدها، يعني في الزراعه تغيير المحاصيل. يعني انا كمحافظه جنا ما عنديش غير القصب، انت عارفه سيادتك القصب ده بيعمل ايه؟ بيضعف التربه، يعني التربه بتاعت الزرع بيجي ضعف. طب ما انا نول في المحاصيل. الست بالنسبه كمان لو اتكلمنا عن الالبان، الصعيد وانا محافظه جنا اكتر ناس عندها ماشي، فهي لما نغير في صناعه الالبان ونحط حاجات جديده ومبتكره هتوفر على الست، وغيرها ناخده حاجه جديده، حاجه نقيه ما فيهاش نقيه من الامراض. لو بصيت للصعيد وحد ابتدى فيه حاليا امراض كتير زي الفشل الكلوي، زي الفيروس سي، من ايه؟ المبادره الحمد لله يعني في الرؤيه الجديده ابتدت معانا في اول حاجه فصول من سن 16 35 سنه، عطت فرصه للست او الفتاه او الست اللي حتى الست المعوله انها تتعلم وتحصل على فرصه عمل داخل، فتح مشغل للفتيات. حاجه ثانيه تشغيل مصنع الالبان وتجديد مصانع الالبان على طرق حديثه، غير انها تعرض المنتج بتاعها في اللي هتلقاه، بدل ما مثلا السعر بتاعه كذا، لا في ليها اسعارها تكون احسن، بالذات هي هتساهم. شوف الست البسيطه دي هتساهم في الاقتصاد، في اقتصاد بلدها من البساطه بتاعتها، لو ما ساعدت في الاقتصاد كفايه تخلي يعني كفايه الاقتصاد من الداخل، بدل ما احنا كل حاجه استورد. طب ما انت القمح اللي بتستورد وما نهزر احسن منه، لو غيرنا الطب وحطينا يعني غيرنا طريق التغيير بتاع الزراعه شويه، طورنا، خدنا حد من الشباب يطور او التدريب، مع احترامي طبعا مع مديريه الزراعه ومع احترامي مع وزاره الزراعه، هم كلهم ناس كويسين، بس ما فيش شباب، يعني خدوا الشباب كده خليه يطور وخليه عنده ابداع.